هل يجوز للكفيل أن يسمح للعامل لديه أن يعمل لحسابه الخاص حسب طلبه مقابل إعطاء الكفيل مبلغ معين شهريا؟ لا ما يصح، لا يصح. الواجب إذا كان ولا بد يقدم على حسابه ثم يستعمله بعد ذلك فيما شاء بالشروط التي بينهما، كل شهر بكذا كل شهر بكذا، يستعمله في العمل الذي استخدمه له أو في عمل يرضاه العامل وصاحب الاستجار فيه، أي عمل مباح شرعا على الطريقة التي نظرتها الدولة ووضحتها الدولة للمستخدمين العمال.